مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام وفي قناة التونسية، مساء الخير، مرحبا بكم في برنامج عندي ما نقول لك على نفس القناة وأيضا في نفس التوقيت. نحب نرحب في بداية هذا اللقاء بالجمهور الحاضر معنا هذا المساء، تحية كبيرة اليوم. طبعا للتواصل معنا في برنامج عندي ما نقول لك فما العديد من الامكانيات والاحداثيات. رقم الموزع الصوتي هذا جديد 88 40 17 13 بالنسبه لمشترك اتصالات تونس، بالنسبه لمشترك تونيزيانا 88 50 17 13. رقم الاس ام اس 28 835 0 0 0 او الاتصال بنا عن طريق الفاكس اذا كان تعذر عليكم الاتصال معنا على الموزع الصوتي وعلى الاس ام اس، بامكانكم انكم ترسلونا عن طريق الفاكس 71 961 293. قبل ما نبدا الميسيون نمشي مباشره الى الزميله سميره المقرون. سميره مساء الخير. مرحبا بك علي. سميره مساء الخير. مساء النور علي. مرحبا ضيوفك حاضرين سميره. بقدره ربي حاضرين كالعاده. في الأثناء أنا ضيوفي هنا في الأستوديو حاضرين. قبل ما نبدأ البرنامج مباشرة نشوفوا هذه الحوصلة للحكايات اللي بتعدى الليلة في برنامج عندي، ما نقول لك مشاهدة طيبة للجميع. الليلة في برنامج عندي ما نقول لك باش نتعرفوا على مدام حبيبة اللي جاتنا من قفصة تحب تقابل نسيبها سحسودة تستفسر منه حكاية رجلها اللي ليه سنين غايب على الدار. نحب نعرف بولدي خاطر ما نعرفهمش انا وولدي ما يعرفوش. ونحب نشوفه ميت ولا حي. اما قبل باش نتبعوا حكايه مدام حضريه اللي جاتنا البرنامج لليله تحاول تلقى حل مع مدير المدرسه اللي حسب كلامها منحها من مورد رزقها. انا شو نقول قدام الناس الكل؟ اعطيني سبب. اعطيني سبب يقنعني علاش خرجتوا. الدنيا باهيه ومزيانه كي تبدا امورك ماشيه، خدمتك لاباس، مشروعك لاباس، ما فما حتى مشكله، امورك واضحه، كل شيء كيزيد فوق الماء. اما نهارت اللي تدور عليك ونهارت اللي تفقد فيه كل شيء حياتك كلها تتبدل. هذا هو محور حديثنا مع مدام حضريه. هاي حضريه. مدام مرحبا. مرحبا بك مدام. مرحبا بك، تفضل مدام. تفضل مدام. مرحبا بك مدام حضرية. مرحبا بك مدام حضرية في برنامج عندي ما نقول لك حتى نتعرف على حكايتك أكثر. شوف معايا حضرية، جيتنا من الحمامات يظهر لي. أيه. هكا ولا؟ الحمامات. أه؟ نسكن في الحمامات. طالبة مدير مدرسة التحرير. مدرسة التحرير. التحرير. علاش؟ خرجني من البيفات. بيفات؟ اي انا عامله بيفات، أنا بيفات في المدرسه هذه. انت بيفات؟ اه. قعدت خمس سنين نشكي نقدم في مطلب، بما اني مدرسه كبيره يعني وضم برشا تلامذه. قعدت خمس سنين على ضمن زوز تغييرات. خرج المدير الاول، تقاعد المدير الثاني، من جا المدير الثالث هذا. به وفقا. هي مدرسة عمومية ولا خاصة؟ لا لا عمومية. عمومية. أنت دونك عندك فيها بيفات. بيفات. كاريتها. كاريتها. أيوة. أيوة. مدة ثلاث سنين. قداش من عام عندك كاريتها؟ عندي ثلاث سنين. ثلاث سنين. أيوة. بون كي صار. والكونترات ويتجدد كل عام وكل شيء. ما عندناش لا مشاكل لا حتى شيء، حتى مع المدير هذايا لآخر لحظة كملت ما عندناش مشاكل. ما شنيا. تبقينا فترة الثورة، فهمت؟ صارت الثورة هذيك كل شيء، جات المندوبة الجهوية اللي في نابلس. ما تقوليش عملوا لك دجاج من البيفات. عملوا لي دجاج. من البيفات. من البيفات. شكون اللي عملوا لك دجاج؟ خاطر المندوبة الجهوية جات سكرت الباب الرئيسي. باهي دجاج من البيفات. شكون اللي عملوا لك دجاج من البيفات؟ المدير مع الأسف معناتها هو باهي لكن ما يمشيش بقراره. شكون اللي عملوا لك دجاج؟ ثم بعض من المعلمين ربي يسامحهم. معلمين؟ إيه بالرغم ما عنديش معاهم حتى مشكلة، أما يلزمك كي تخدم ما تدافعش على حقك، ما يلزمكش تتجوزهم. لازم هو معلم وذاك مدير، انت انسان عادي في البيفات يعني. ما بالك البيفات اعطاها لك رمز من رموز النظام البائد؟ ابدا. انا قلت لك خمس سنين نشكي عليها. وما تقبلتش في الولايه على خاطر الحجاب، وما تقبلتش في المعتمديه على خاطر الحجاب. يعني اللي ما تنزلتش انك تنحيها. جمله. باهي. وشنو هو السبب اللي خلى مدير المعهد ينحي لك البيفات؟ هاك كما قلت لك المندوبه جات سكرت الباب الرئيسي. أنا سألت المدير، ديما نرجع المدير لا هذاك هذاك متفاهمين فيه. أنا نقصد شنو هي السبب؟ هاو قلت لك أنا شكيت. كي قلت له علاش خرجتني؟ إيش قال لك؟ ما قال حد، ما عطانيش حتى شيء، حتى شيء. إيش بعثوا لك باش يخرجوك؟ ما بعثوليش، أنا مشيت حليت البيفات
عبيت انا وبنتي الماء بدينا باش نسيقوها وجاني العساس قال لي حضرية كان ما نعرفش في بالك شرا سي ما عادش باش تكمل معانا. هزيت روحي ومشيت للبيرو مدير قال لي كاو اعطيني سبب. قال لي اكاو. قلت له يعني يرضيك تقطع لي رزق؟ قال لي انا ما قطعتلكش رزق. يكرر فيها انا نقول له راهو هذايا تما قطعنا رزق، راه عندي زوج صغيرات نخدم عليهم، راني 5 سنين وانا نجري عليها. يعني ريت قلت له ريتشي مني حاجه؟ قال لي لا. مالا شنو السبب؟ سبب خاطر انا شكيت. انت شكيت بشنية؟ المندوبه كي جات سكرت الباب الرئيسي. أيه؟ انا عرضت قلت له سي وجدي تكلم. ما عندش... عندك عقد ولا يربطك بينك وبينه ولا؟ عندي اي. وما فيهاش العقد؟ ما فيهاش العقد يعني. لا يعني وقت اللي كلمني وقت اللي كلمني وقت وافي العقد منا 3 سنين. لا وقت اللي خرجك العقد وافي ولا مش وافي؟ العقد وافي. اه وافي. نقول لك انا 3 سنين راهو يتعاود. العقد قداش عندهم اللي وافي مدام؟ العقد يوفى في 31 اوت وهما حاطين يوفى في 31 جوان. اما المشكل انا كي نعاود 3 سنين ينظروا لك معاملتك مع الصغار، ينظروا لك اخلاقك، يعني حتى المدير اللي خرج قبل. معناتها انت كاري البيفات مدام بالكلمه ولا بالاوراق؟ لا بالكونتراتو. اما ماخذين بعين الاعتبار وضعيتي يعني. أيوة. حتى في الاداره الجهويه وكل شيء يعرفوا وضعيتي. بما انه قال مثلا معناتها تخدم وتلامذه يحبوها وما فماش مشاكل، شو سبب باش تخليه نتخلوا عليه يجي انسان؟ توا شكون خذاها البيفات؟ حتى حد. ما فماش بيفات معناتها في المدرسه؟ حاطين لا فيها حاطين فيها مطبوعات وكاو، ماهيش تخدم مثلا للصغار ولا جمله. يعني ما عادش فما جازوز للصغيرات وكسكروت وكذا؟ ما عادش فما لا كرواسون لا جازوزه لا سترونات لا شيء؟ حتى شيء. حتى شيء. معناتها مش فكها لك ليك انت باش يعطيها لحد اخر؟ يعني انا اللي وجعني يا سي علاء. اي قل لي. كي يكون مدير هي مش هي مدرسته الخاصة، داره يعني، باش يتصرف على خاطر أنا غششته ولا أنا مشيت شكيت خاطر هو ما شكيتش، هما يمشيوا على حسابه هو الشخصي، ما ينظرش مثلا بصفة عامة يقول هذه إنسانة وعندها زوج صغار وأنا مثلا حضرية تغششت عليك، راهو مثلا الطريقة هذه ما عجبتنيش وما نحبش التعاود. لو كان جاء مشكل ما بين التلامذة. يعني ترى كلامي صحيح وقت اللي يقول يمكن هو خرجك من البيفات وقت اللي أنت شكيت به؟ انا مش شكيت به هو، انا انا شكيت بالمندوبه الجهويه وديجا خرجوها. هي عرفته ها؟ أي هي عرفته. أي هي مسؤوله معناتها مندوبه على معناتها على المدارس الكل. هي ديجا خرجت راهو لقاوها قانونيا الله اعلم بها شنو هي المشاكل اللي عندها، وبعض من الاداريين في نابل خرجوا. بعديك كي خرجوا هما جاوا قال لي حضريه مازالوا زوز اقساط مش تدفعوا بما قيمتهم 325 دينار. دفعت؟ اه ما دفعتهمش زوز اقساط. قلت له سي وجدي راني انا تويك ما نجمش ندفع. جاء هذايا الصادق معاه قال له يعني قال له انت جاي تضيع لي في وقتي. يعني قال لي انا مستغرب يعني كيفاش مراه في بيفيت تقوم تشكي. قلت له شبيه المراه في بيفيت مثقفه معاملتها بالقدا مع التلامذه، يعني 3 سنين ما عملتش حتى مشكل هنا في البيفيت يضر لي هذا يكفي ولا؟ قلت له انا انت علاش ما تحبش تخلص كراك زاد حضرتك؟ لا سامحني يا سي علاء خلينا نحكي بالمنطق وبالمعقول. وانت قول لي صح ولا غلط؟ تو انا صارت فتره تو انا 3 سنين ندفع ما عنديش حتى مشكل. كي صارت فتره الثوره تسكرت المدارس. المدارس مسكره. اي وانا ما خدمتش معناتها ما عادش ما عنديش يعني وكان جا عندي حبيت تريف انت والله لا نقول لك حاجه. انا كل ديما انا كي حليت البيفيت على امل في يوم من الايام يعني كل مره باش نزيد شويه فهمت العام اللي نخدمه ذا العام اللي بعده ما خير حتى اللي نوسع فيها شويه. انا عاديه راني فيها مش بيفيت كما تتصور عاديه على يعني كي نكمل في الشتاء الحمد لله ما تلقى حتى شيء عندي. نقول تو يكملوا الصيف هذاك كيما كتب ربي ونعاود نرجع للبيفيت. انا ما حبيتش. واضح انت ليله شكون استدعيت؟ انا استدعيت مدير المدرسه. مدير المدرسه ايش باش تقول له لو كان جاي ليله؟ باش نقول له قدام الناس الكل خاطر ثم برشا اولياء مش فاهمين الحكايه بتبيع لي اشاعات تكثر ما خلصتش لعل صار كذا لعل مثلا الماكل اللي تقدم فيها مش صحي. انا شو نقول له قدام الناس الكل؟ اعطيني سبب بيقنعني علاش خرجتوني. واضح على كل ان شاء الله الليله نتمكنوا من انه نجيبوا لك مدير المدرسه وتقول له اللي تحب تقوله الليله في برنامج عندي ما نقول لك. مدام حضريه جات البرنامج عندي ما نقول لك تحب تتقابل هي ومدير المدرسه اللي كانت تشتغل في المدرسه اللي يديرها عندها بيفات صغيره تبيع حويجات حلوه للصغيرات. المهم انه البيفات عند مدام حضريه حاجه مهمه في حياتها لانها مورد رزقها وتعيش في صغيراتها وعائلتها باعتبارها امراه مطلقه وماهيش قاعده تاخذ في نفقه رجلها. المهم البيفات هي حياتها. الخاطر روحها على برا وما تعرفش علاش الليله تستدعى مدير المعهد باش تقول له علاش عملت لي هكايا. اللحظات الحاسمه مع زميله سميره المقرو. سميره مساء الخير. مساء النور. اهلا بك سميره. اهلا. ما الجديد عندك في الاستوديو يا سميره؟ عندي ضيف جديد. ايه مرحبا بك. مرحبا بك سي وجدي. بك عايشه. سي وجدي جانا من الحمامات وهو مدير مدرسه ابتدائيه ان شاء الله.
ان شاء الله. دي مدرسه تحرير حمامات. قلت لي اكبر مدرسه تقريبا. برسك اكبر مدرسه. عندك 900 تلميذ. 900 تلميذ 34 انسينيون تبارك الله. ما شاء الله. واش عاملين فيك 900 تلميذ؟ لا لاباس. لاباس. اولياء معاونين برشا يعطيهم الصحه، معلمين كيف كيف، لاباس ان شاء الله. طولوا بالنا هما شويه واحنا شويه وان شاء الله ما عرفتش تمشي كيف الدنيا. اي تو سي واش جيمشي كي يشوفوك في التلفزه تلامذه يفرحوا ولا يتفاجعوا؟ نتصوروا يفرحوا علاش. يعني انت مدير جونتي ولا؟ باش يبهتوا. ولا يبداو هكا قاعدين مرتاحين سي وجدي؟ لا والله لا، اما الاغلبيه صعيب. اما فما ان كوتي دي جونتي. نتذكر مديرين عمرنا ما جانا مدير ساهل قبل واحنا صغار. والله بالضروره تاع الحكام بالضروره لابد منها، بس هاد الديسيبلين تقتضي انه واحد يكون. ربي يعينكم خاطر 900 تلميذ ما شاء الله. لا لاباس. ديفيسيل ا جيغي. حول الله كنا نتعاونوا، معلمين اولياء قدر ربي لاباس. تو مالا عندك او موا 900 فان يتفرج فيك، او موا هذايا ما نحسبوش العائله. اذا كان مش اكثر. باهي تو تعرف البرنامج نتاعنا فما شكون جايبك عنده ما يقولك. ستر ربي. ستر ربي. ما نطولش عليك برشا، تفضل. بارك الله فيك. ميرسي مخويا. عايش. ميرسي عايش. سي وجدي مرحبا بك. سي وجدي مرحبا. مرحبا بك سيدي. سي وجدي مرحبا بك في برنامج عندي ما نقول لك. وبيك عيشك. عندك فكره؟ عندكش فكره على شكون مستدعيك اللي ولا فكره فهمت؟ ولا فكره. ولا فكره. فكره شي. خممت حتى وصلت لابوجي شررت ما عادش نخمم. عملت برشا تليفونات هكا سالت شكون؟ لا لا لا, لا 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 انت مستدعيني خويا ماكش مستدعيني كيما عملوا زمان. لا 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 ما لوشتش. باهي. المؤشر رقم واحد. يا سي وجدي قولوا اعمل الخير وانساه. اعمل الخير وانساه. ما نتصورش باش تعاون برشا. انساه خاطر نسيته. عمل الخير ونسيته. لا يمكن. اكيد كل واحد في حياته. واعمل الشر. وتفكروا. وتفكر. هكا وتفكر وهي. تفكروا ولا لا عاد ثبتوا معايا. لا لازم واحد يفكروا باش واحد يدير. اعمل الخير وانساه واعمل الشر وتفكر. وتفكر ولا شوف عاقبته اذا شوف عاقبته شوف عاقبته والله تطلع جبتها من راسك اذا كان وقع عليه هذه نشوف المؤشر رقم اثنين بالك شي نجم يعاوننا طب يا سي وجدي اللي اعطى كلمته اعطى رقبته اللي اعطى كلمته اعطى رقبته مثل اللي يتقال هو صحيح كما الالماني يقول لك الالماني يقول اين من اين من اين وقت يعني الراجل وكلمته الراجل عنده كلمته اي انا بصفه عامه كنا برشا المان سنا في الحمامات ولا شيء لا ولا طايحه شويه طايحه ما حاجاتش شويه الامور تحركتش مش بالطريقه العاديه ربي يقدر الخير ربي يستر برا ستار الله انت مدير مدرسه في الحمامات هكا حمامي انت اشطار حمامي حمامي وولد حمل فهمت ولد حمل وانت صغير كنت صيف غادي وين في الحمامات لا لا انا في حمامات من عام 68 تقريبا 68 اي عاد قديم تتسمى اخذك مالو كانوا عندك برشا سامحني في كلمه صاحبات المان تعلمت من عندهم الالمان لا تدي باسي ما دي باسي ولن يعود هو موجود ولن يعود ولن يعود وبالك رجع لي في عبدي ما نقول لك ايش رايك يا ستار الله يا خويا يا ستار الله بدا يرعش عليه عليه خلي خلي تتفكر الصديقه من صديقاتك الالمانيات لا 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 شيء جن لا لا مساحتهم ذكرتي سعيد بالنسبه لي انا تقول انت هالمشكله باش تورني سعيد وانتهت لا 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 في البركه اللي يقول لك فيها راه تفدليك وبرا حبيت ما عنده حتى علاقه بالضيف اللي موجود بحذانا الليله في برنامج عندي ما نقول لك خلف هذا الستار شوف معايا شكون مستدعيك في برنامج عندي ما نقول لك حضرية هذه متسوغة المشربة في المدرسة سابقا زعم علاش المشكلة كلها في سابقا سابقا هذيك المشكلة باش نحكي لك الحكاية كما حكيت لي حضرية وقل لي وخذ بخاطري بربي واسمعني في هذا ومن بعد قل لي شنو صحيح وشنو اللي غلط بالضبط في الحكاية حضرية كانت كارية البيفات اللي في المدرسة اللي انت مديرها وتداولوا عليها برشا مديرين
والناس الكل فرحانين بحضرية تلامذة معلمين والإطار الكل معناتها التربوي وحضرية مسكنا كانت تاكل منها في خبزة صحيح. فهمت وتعايش في زوز صغيرات منها صحيح. نهار 14 جانفي عملتوا لها دجاج المرأة من البيفيت والله شيء غريب هذه حكاية دجاج هذه شيء غريب به من غير لا علاش وكيفاش ولا مراعاة معناتها وكانت باش ترجع هي للبيفيت ولازمها تخلص اقساط ما نعرفش نتاع شهرين كريم مش خالصين وهي ما عندهاش ما في حلاش على خاطر صارت الثوره وقتها والمكاتب مسكره والخدمه ماهيش قاعده تدور والامور مش باهيه وقتها في الظرف هذاك هي حضريه ما قالت فيك كان كلام الباهي لكن حسب رايها ثم شكون نقولوا احنا معمرك عليها خلاك باش عطيتها كلمه باش ترجع لها البيفات ولكن وهذا ما صارش يعني. هكا ولا حبيت نعرف انا وجهه النظر نتاعك انت من خلال اللي قلته لك انا باهي سمعت من طرف برك طبعا اكيد تسمع الطرف الاخر بحضريه ما خرجتش من البيفات من 14 جانفي ايوه الحضريه عندها ان كونترا مع هي البيفات شكون تابع جمعيه العمل التنموي بالمدرسه اي اللي انا رئيسها واذا كان انا رئيسها مش معناها انا اللي نحكم يعني عندنا احنا جمعيه عندنا مجلس تاع جمعيه عمل التنموي هي كملت العام هسه كملت جلسه حتى يوم 30 جوان حتى بعد 14 جانفي رجعت وقعدت في البيفات خدمت حتى اليوم 30 جوان اللي هو الكونترا نتاعها حتى 30 اوت دايا ايوه احنا عندنا دروس تدارك في الصيف نحلوا من المدرسه كان مسموح ليها باش تجي وتمارس النشاط نتاعها هذا كل قال التورا يعني كملت السنه الدراسيه الكل واضح انتهى العقد اي الترونت معناها كما احنا وقت اللي وفاء العقد قلنا ما نجدوا العقد احنا الا ما تدفع ما هو متخلد بالذمه اللي هما أيوة. قسطين ما يساوي 325 دينار هي ما خلصتهمش اسمعوا في بالك عاد انت اللي عام صعيب وشطر الموسم الدراسي قص صحيح وهما شركات كبار وما ادراك وعندهم المليارات وفي وفي الازمه هذه ما خلصوش اي ما خلصتش مش خلي مسيكنا حضريه معناتها عندها بيفات صغيره احنا عاوناها حتى باش خلصت القسط الثاني عاوناها كيفاش كنا رجعنا لها ال 100 دينار الضمد نتاعها اللي هي دفعتها من قبل قلنا هاو ال 100 دينار كمل عليهم ال 75 نتاع القسط الثاني ايه قعد متخلد بالذمه القسط الثالث والرابع ايوه فهمت هذه مدرسه اول حاجه هي مش ملكي انا مش ملك المعلمين اللي معايا زاده هي ملك الدوله عندنا اداره احنا هي تحكم فينا وتحاسبنا بالارقام هو سي وجدي عادة كيف الدولة تكري حاجة للمواطن والمؤسسة عادة الكونترات يتجدد ديما من عام مادام ما فماش شوائب ومشاكل وكذا عام وفي جرة عام وتمشي الأمور هكاكا باش الناس تحافظ على موارد رزقها ما عمرها الدولة ما تجي وتقص موارد رزقها هكا مرة من راسها إلا إذا كان خالف الشروط ولا حاجة هي قالت راهي هي توا سمحت سي وجدي شوف احنا سي وجدي عشنا ظرف استثنائي في البريود هذيك انعكس بالسلب على الناس الكل يدور لي نجم ونتفهمه اذا كان حضريه نجم ترجع تخدم وتوا الامور رجعت عاديه فهمت وتلين رجعوا يقرا ويرجع مورد رزقها هي تو تخلص القضي وجديد واللي بعده واللي بعده انا مانيش ضد راهو انا ضد حضريه ولا ضد شخص اخر اللي هو كما اللي هو في مقام حضريه ولا كيف لكن احنا ديما نتعاملوا بالقانون احنا نقول وقت اليوفا عن كونترا لازمنا نعملوا بتا هذا 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 مربوطين به احنا ما نجمش انا لا هي مجله عادي هي المفروض تبعد شويه على البتا على خاطرها على خاطرها هي خدمت فيها كاريه قديمه وثلاث سنين وكونتراتوها المفروض يتجدد المفروض يتجدد هو لا هو ما يتجددش الكونترا هاي ثلاث سنين قاعده هي ثلاث سنين قاعده لاني اتجدد لاني بو احنا خاطر احنا ما ريناش منها حتى عيب قلت الخير انا قلت بو يعطيك حتى قلت الخير قلت ما ريتش منها العيب انا برسونالمون ما ريتش منها عيب قال هي بعد ساعات تذمرت حتى من المعلمين وبعثت لي جواب نتاعها هي اللي كاتبه فيها لفت نظر المعلمه بو كاتبه فيه تتشكى من المعلم على اساس اني تبيع في كلاس للصغار اللي هو يضر بصحه الصغار هو صحيح احنا حاجه اللي تضر بصحه الصغار ما نحبوش واحد نبيعوها خاطر الصغار امانه عنا قلت لك انا برسونالمون
ما عنديش حاجه ضدها، بقى اذا كان الاداره نتاعي انا خد انا ما حكمتش مدرسه، راه انا انسان مكلف باداره المدرسه، الامور هذه يا اما تمشي قانونيه ولا انا هو اللي نضر فيها زادا. انا برجع بالنظر لشكون حكايه، ترجع بالنظر للاداره الجهويه، خاطر انا تو احضر سي واجب حسب كلام حضري. ايوا ثم استاذ كان يقري فيها هي ويعرفك انت معرفه خاصه، جاء وعنده بونتو معناتها يدور لي بها هي وحالف بما باش يخرجها من البيفات. هاي سيدي هاي الحكايه من الاخر. لا لا جميل والله جميل. احنا قبل ما نقرروا بغلق المشربه قلت لك نقرروا، ما قررتش انا. عملنا محضر جلسه والمعلمين هم اللي صحوا فيه بدون حتى صحوا فيش قال صحوا يعني في قرار غلق المشربه نظرا اولا للمردوديه نتاع المشربه ما عادش هي سواشت. هات نحكي ولاد بلاد تو وفي وضع استثنائي وظرف اقتصادي صعيب. المراه هذه متفاهمين هي زوالي، مش عيب واحد زوالي، لا مش عيب واحد زوالي، قدم في خدمات جاليه وطيبه لك الوليدات الصغار يحتاجوا لهم جايه غرطه ما نعرفش اي حاجه كرواسون اي حاجه. ويظهر لي كان نرجعوا لها البيفات نتاعها لا كنا لا خالفنا القانون ولا فكينا متاع الناس ولا تعدينا على متاع الناس. تبقينا فما نقطة أنا نتفق فيها معاك سانسيرمون. يلزمها تخلص القديم. يا القديم خلاص، القديم هو احنا في اللي هي ما خلصتوش قلنا بون سكرنا مش لازم. في هي مت هي قلنا احنا اسي واجدي احنا سكرنا معايا احنا سكرنا. انت كان جينا المدرسة اسمع تو تشوف البيفات جات الموقع نتاعها في مدخل المدرسة قد تقدم انا جوست بجنب باب نتاع لونتري نتاع المدرسة. خيرنا السان للظروف الاستثنائية كنا نفرغوا المشربة نحيوها ونحطوا فيها واحد العساس بجنب الباب على ما هيتي على الظروف الله اعلم. انت تعرف مدارس ابتدائية واحدة تسرقت وتحرقت وتنهبت، قلنا احنا نحطوا عساس. توجه ده عاد والامور بدات تطريد شوية والناس رجعت للقراية وكل شيء بدا يشد في 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 ثنيته. فهمت معناتها يدور لي ركحة الامور وحتى احنا نحينا زي العصي ولجان الاحياء تنحات والظرف بدا الظرف الاستثنائي بدا يتنحى ولات الامور عاديه والامن تحسن ورجعت الطمأنينه شويه. انا قلتها فهمتها، راهو الامر ما يقعدش بدي انا شخصيا خاطر انا مش ملكي انا. مش موجود على بيفات باش تولي فيها اداره جهويه واداره. احنا عندنا قلت الجمعيه على مورد رزق امراه عندها زوز صغيرات مسكينه بربي مطلقه. صحيح وضع اسمع سي واجد اغزر خليني نسمع حضري شنو باش تقول لك ونرجع لك. حضري نعم تفضل. يا علاش مش تقول سي واجد؟ عسلامة سي واجد. عسلامة. انا استدعيتك انت بالذات خاطر نعرفك قلبك باهي ونعرفك معناتها بيني وبينك مصدر حتى انا باش نسالك سؤال. وقت اللي وقعت الثوره وصارت المشاكل وكل شيء فهمت وجيتني انت والصادق المعلم قلت لي يا حضري اش تدفع الاقساط؟ قلت لك في انا مانيش راهو مش نعمل ثوره ولا باش نقول مانيش ندفع ونقعد بسيط. قلت لك تعرف الظروف وتعرف يعني دون معناتها اللي تسكرت بريود الثوره ثم عده اجتماعات نتاع معلمين وكل بطبيعه خاطر خايفين على التلامذه الكل يعني هذاك الكل اثر علي انا. وقلت لك راني ما عنديش وانت تعرف الوضع و100 دينار ضمد انا اقترحت عليك. قلت لك سي واجدي راني عندي 100 دينار اعمل عليه مزيه اطرح. كناش نقول لك لا احنا وافقناك. ايه وافقتوني به. قلت لي يا حضريه به وقت اللي انا غششني الصادق قلت له ما هو انا باش نقدم شكايه واللي باش يصير يصير فهمت. تخلي الصادق وانا في يدي كتاب قران حلف بالقران قال لي يا حضريه لا عندنا معاك حتى شيء لا ضريتنا ولا ضريناك تبقينا نبقاو خير. وبالحرف الواحد انت والصادق قلتوا لي يا حضريه حتى ما وجدتش مش مشكل وانت بالذات قلت لي نوعدك لانه وصاني عليك سي علي السويسي المدير سابقا مشكور يرحم والديه لاني حتى بالحجاب قبلني وفرح بيا وقال لي نقف معاك وان شاء الله يعني نكونوا متفاهمين بينات بعضنا. باهي قلت لي حضريه نوعدك ما نخرجكش يعني. وانا باهي فتره الثوره جيتش فرضت روحي عليكم وحليت البيفات بالسيف وشريت سلعه. قلت لك يا سي وجدي خلي لي كتري في الماتريال سميكا حتى لين نمشي انا نشكي ونسعى ونشوف قرابات ما يعلم ربي قديش من مطلب وقديش من فاكس عملته للوزاره. أيوة. ومشيت المندوب الجهوي قال لي انت هكا مثلا قبل صار سوء تفاهم مقدم شكايه بالمندوب الجهوي وريته الورقه قعد يضحك. فيما يخص المعلمه نعرفهاش يعني
حتى قالوا لي خلي نوريه لك ما حبش يعني. وكان جيت انا مثلا صاحبت مشاكل ولو ما نحترمش النظام الداخلي في المدرسه راني مشيت لها ديريكت وعركت. انا بالعكس انت يفرحك ويشرفك اللي انا كتبت لك مطلب لك انت احتراما ليك باش انت تتناقش معاه، لانه هذاك انا الجلاس مشني انا اللي نصنع فيه. سبحان الله سامحني كيفاش جلاس ماهوش صحي والدوله مصحه لي معناتها مش صحي الجلاس هذاك والكل. واش قلت انا سي وجدي سامحني اش عملت انا نحيته الجلاس ولا نحيته هكا ولا لا؟ يعني انا جبتك هنا خاطر ثم كثرت برشا اشاعات، حبيت نبين برشا اولياء وبرشا ناس اللي انا ما عملتش فيها سيئه البيفات هذيك اللي انا تظلمت فيها. وسامحني 3 سنين ما غير بطه مشني انا اي من غير بطه يا رب مراعاه لظروفك راه مش يعني انت هاني قاعد نقول باش نقول لك لا عندي فلان تدخل لي ولاني بنت فلان ولاني بنت فلته تبقينا راعه وظروفي واخلاقي زاد سامحني. كان جيت انا معاملتي خايبه مع الاطار التربوي مع التلامذه مستحيل يخليني حتى حد. وانت انا اللي وجعني وقهرني بالحق راهو اللي انت يعني كي رجعت سنة قلت لي ما ثماش رجوع ما ثماش رجوع مش انت برك راهو جيتك للبيرو قلت لك جبت لك ولدي قلت لك انت ولدك راجع لابس وانا ولدي راجع مقادي في بالك ولادي طاحوا في الامتحانات في بالك على خاطر على خاطر بيفيت يا وجدي خان كمان قلت لك ولدي مريض قلب وطونسيون عبد الجواد وجدان اعصاب في العينين من كثر ستريس الواحد انا يوميا داري مش بعيد على المدرسه يوميا نسمع تحيه العالم نبدا نبكي لانكم ظلمتوني انا وكان جيت انا لا وكان جيت انا عمل سيئه في المدرسه وحدي ننسحب اللي انت ثم قلتي حضريه اللي البيفات مانيش رابحه فيها اي شنو نحن عادي انت احنا خلي ناحية الامور الانسانيه اكوتي خلي لك حاجه كوميرس يا حضريه عشان مش رابح في مشروع ما وصلش فيه هاو 3 سنين خالص اش بيش معناتها كان سناكي صارت الثورة عقبال خالصة وسي علي موجود نجموا نتصلوا بك يقول حضرية ما خلصتش ولا حاجة تفضل هاي خالصة سنين ربي وكل علاش جيتوني أنتم في فترة الثورة شنو ذنبي فيها أنا ترى تو هي صالحة للمجتمع الكل وتضرت فيها برشا ناس أنا كي ضريت تزيدوا أنتم تضروني ولا تقفوا معايا كان جا ثم قيم إنسانية راه المعلمين الكل وقفوا تي هما أولياء جاوني قالوا لي حضرية إلى المديرك يرجعك احنا مستعدين ندفعوا لك الفلوس واحنا مستعدين نعمروا لك البيفات لأن نحبوك وعندنا ثقة فيك وتتعامل مع صغارنا بالكدا أما أنتم سديتوني أنتم حتى جايكم معلم سابق أنه جايكم مدير وسألكم خليكم حضرية سؤال برك كان حضرية عملت غلطة هنا أنا ما ندافعش قلت ما عملت شيء وهي بالذات لا علاش انا بالذات لا من غير ما انا ما نحبش نذكر حاجه اخرى سي وجدي خاطر نحترمك انت راه وبينات نقدر والاخر لحظه ريت حتى كي تكلمت لا عيطت عليك لا قلت لك كلام معناتها مغاير الاخلاق لا قلت لك حد شيء قلت لك حسبي الله ونعم الوكيل وخرجت مقهور انت قومت علينا حسبي الله ونعم الوكيل ديجا عندي ريحه عدت علينا لا خاطر تظلمت انا خاطر انا تظلمت خاطر انت وكان تعيش تدخل بو يقول لك ولدك امي مراني يلزمني تي امي راني يلزمني كذا وليت بالقهوه للنهار وليت نرقد بالجمعه ولادي يقيموني يفطروني يرجعوني نرقد بالاعصاب ما كنتش البيفات هذا كل من البيفات معناها ما ورد رزقك هي قال ما عندهاش مردوديه البيفات هي مش رايحه فيها سي وجد فهمت سي وجد شوف وانا قلت لها مش كنت هذا كل من البيفات سي وجد راهو ينجم يكون هذا بالحق من البيفات وهذا كل البيفات هي مورد رزق هو موطن شغل اي صحيح حياتها يعني لما ينهار لما تنهار البيفات احلامها الكل تنهار 8 سوايع الكل تعديهم في البيفات في يوم من الايام تلقى روحها لبرا ما تنجمش تجاوب صغارها هي كملت العام راه مش هي مرة كملت العام وباعت ما خلصتنيش شوف يبدو موضوع البيفات موضوع تافه جدا لكن الموضوع بالنسبه ليها هي راهو موضوع مهم جدا راهي حياتها كل الدور حول البيفات مراه مطلقه تربي في 2 صغار مدة 3 سنين تعيش من هالبيفات هذيا توكل فيهم ايتود ولبسه وحوايج انت سامحني سي وجدي كي تقول لها هذا كل من البيفات والله هذا كل من البيفات هي تصدقها هذا كل اللي تحكي فيه هو احنا مراعات ليها اش نقول لك حاجه اخرى هي وقت اللي قدمت مطلب قلت لي البيفات على الاول ما تحل بالكل قدمت مطلب تحب باش تاخذ البته هي ما كنتش انا مدير اما لقيت المطلب نتاعها موجود لتو عندي كون هي مستعده باش تخلص في الشهر 135 دينار اي احنا تو كارين البيفات على 700 دينار في العام كنت تقسمهم على 12 حتى تقريبا ما تجيش قد السوق نعرف لكن هما شوف اذا كلها بس على نجم نتكلم طايح فهمت واحنا ما لوجناش الامور هذه ما لوجناش الامور الماديه باش نفرض عليها 135 دينار في الشهر باش تخلص عام كامل شوف قداش ما واحد
المليون ما دخلتش. لكن راه موضوع البيفات ما يخصنيش انا برك، انا مانيش ضد اني بشد حضريه او فلان. والله الامر والربط، والله الاخذ والربط بيدك انت. لا والله لا بيدك لا انت. المدرسه مش باسميانا راه. لا 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 مدير المدرسه عنده. لا مدير المدرسه صحيح، لكن ما كيجيش باش نتصرف. حل والربط بيدك انت. سي وسط. والله هو والله لدارك لدارك. يا حضريه لحظه، يا حضريه لحظه. شوف سي وسط، انا متاكد ان الحل والربط بيدك انت. لما تقرر باش ترجع حضرية ترجع تقول لي ما نحبش نلقى لها حل، نمشي معاك وتقول لي هذا بالقانون وهذا حق ونحترمه. انت فريمون نحترم الموقف نتاعك، تقول لا سي لا ما نحبش نلقى لها حل، ما نحبش نلقى لها حل. اما الحل والربط سي وجد بيدك انت. لا انا انسانيا واش نقول لك انسانيا، يعني انا حاسب انسانيا، انسانيا واحنا بعضنا مش انسان لظروفها. والله خاطر عندي عندي معناها قلت لك عن جمعيه العمل التنموي هي مسؤوله على الشيء هذا. ما نجيش انا باش ننفرد بالراي، ما نجمش ننفرد بالراي. أيوه. وانا عندي وانا رئيس جمعيه، مش معناها أيوه. كان رئيس جمعيه يعني انا هو اللي تتشاور مثالي. ابقى انا واعد ليها والله نعمل اجتماع مع الجماعه ونحاول باش نقنعهم اني باش واحد باش ترجع. انت بيني وبينك قادر قادر على اقناعهم انك ترجع حضري؟ ان شاء الله نقنعهم، نحاول باش نقنعهم. شوف هاو شو اللي فرحنا يا سي وجد، اللي فرحنا الموضوع هذا باش يتبث. بالنسبه لي انا ماهوش برنامج، مش موضوع معناتها بالحق. شوف بعد ما يتبث بضعه اسابيع بجمعتين ثلاثه تقريبا هكاك، ماذا بينا لو كان نجيو نصوروا حضريه في البيفات وحضريه تسربي في الوليدات الصغار وترجع هذا في الجازوز وفي السندويتشات جيو تصوروا بترخيص وترجع. اسمع اقول لكم، خلي حتى مصور يدخل بدون ترخيص ونجيب لك حتى مضمون الولاده نتاعي كان تحب. انا اللي نحب نراه نلقى حضريه في البيفات. والله ان شاء الله. انا قلت لك بالنسبه لي انا ما انا ما راش معنى حضريه وبون في اللي وضعها المادي والاجتماعي وانسانيا فهمت. انا بيرسونيلمون شخصيا ما انا ما راش معنى. اما نشوفه مع قلت لك مع جمعيه العمل التنموي مع المعلمين اللي هم اعضاء معلمين معايا في المكتب هما عندهم زاد مبرراتهم، كل واحد عنده معناها رايه ونمشيو براي الاغلبيه. نجم نقولوا لها تنجم تكون متفائله وبعد ليله معناتها حضريه. ولو انه ما خاطر توا البيفيت توا ديجا استغليناها احنا بون شو نقول لك ديجا حلينا حطينا فيها واحد العساس واستغليناها معناها طباعه ولات مزغله كليا بريسك فهمت. اي ممكن يرجع استعمالها. شو نقول لك ان شاء الله ان شاء الله. انا ما عنديش مانع راهو، انا قلت لك مانيش قال قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. انا نبدا نعمل في اجراءات الترخيص باش نجي نصور ولا البيفات شنو ما نبدا في اجراءات الترخيص باش نصور البيفات. معناها كوم سي باش نعطيك وعد هكاك. ما نجمش نعطيك وعد انا وانا مش قادر عليها. انت طلبتني في رخصه قلت وقت الجي جي سي وزدي. انت طلبتني في رخصه، انا قلت لك تو نجيب لك الرخصه. لا قلت وقت الجي جي مرحبا بك. اي ما باش نعمل رخصه سواء باش نصور بيفات ولا نصور مكتب ولا باش نصور. اي احنا موضوعنا في حكايه التصوير حتى ماشي البيفات قايمه معناها. لا احنا لا احنا موضوعنا هو حضريه البيفات. هذا موضوعنا. سي وجدي تقف بعدين. حضريه تقف تبصر هذيك. سي وجدي ويسي. احنا برنامجنا ماهوش برنامج قانون، برنامج انساني اجتماعي بالاساس مبني على الكلمه. يكفي وانه شخص يعطينا كلمه واحنا نصدقوه، هذا التزامنا المعنوي مع اي كان. أيوة. سي وجدي كان تعدنا انك تبذل مجهود وقصارى جهدك باش حضريه ترجع البيفات نتاعها يفتح هذا الستار. كان ما عينكش مش حضريه ترجع للبيفات نتاعها يقعد الستار مسكر. اي توا اش نقول لك، احنا علاش ما نغاديش عن شنطه الغربال؟ توا انا حتى كان باش ترجع راه قدامها، راهي باش ترجع بشروط. اللي هو لا شروط اللي هو ما خدش فيهم انت وعلى قنطره صحيح. اي ثم سداد الساعه ما دخلت بالذمه. اي متخلف بالذمه اللي هو قديش؟ الالتزام بالعقد قديش قيمته؟ 325 هو 300 هو قيمته معناها في التريميستا 175 دينار. الجمله قديش اللي هو المخالف الذمه 325 325
والثم هذوما تو يخلصوا نوعدوك ان شاء الله. اذا كان ثم انا يا سي وجدي هذا مشوف وقت اللي نقولوا احنا بيفيت راه احنا نلوج في مورد رزق نتاع مدرسه ومدرسه راهي عندها زاد مصاريفها كانت تحت احنا خلينا في الشروط يا سي وجدي خلينا في الشروط. قلت لي القديم 325 دينار ايوا هكا هذا الشرط الاولين وشنو الاخر؟ وبالطبع تلتزم ببنود العقد اللي باش نعملوه لها. العقد اللي باش تعملوه لها حضريه قابله هذا ولا ماكش قابله؟ ان شاء الله كي تكون بنود معناتها باش ما يعجزنيش انا وافقه. لا مش بنود تعجيزيه. شنو هي البنود التعجيزيه؟ انا نحافظ على صحه الاولاد الصغار ما تبيعش مواد غذائيه ما مش مرخص فيها. انا مساله الصحه سي علاء عمري ما انا ما نرفض شرط نتاع صحه ولا واحد أي ابدا. هذو هما الشروط ما يلزم فيهم التزام يا حضريه. هذا شنو هو البنود اللي تعتبر مثلا انا كي باش يغلي لي مثلا في الكرا وانا نعرف قداش نقدر ندفع وكل وتعرف انت عطل وسيف كامل ما نخدمش يجي باش مثلا باش كيما قال لي هاو شنو دوبا نبداو شنو نبداو بتا بملي الكرا اللي متفاهمين فيه قداش هو سي وجدي؟ في التريميستا كانت 175 دينار. اي باش تقعد 175 ولا باش تغلي عليه؟ لا احنا تو باش نكملوا اذا كان تو اقنعت الواحد اذا كان اقنعتهم انا واعد كانوا انا باش نحكي معاهم اذا كان اقنعتهم السنه نكملوا هكاكا سنا معنا نكملوا بنفس أيوة. السوم لكن راه في العام الجاي ان شاء الله باش نغيروا خاطر قداش 5% ما نعرفش والله حتى لين هو الحاكم ايش يقول ما معروفه الترفيع في الكراء لا مو خاطر 5 ولا 7% مو اذا كان يقول لك الحاكم تعمل انت بتا اذا كان عملنا بتا العام الجاي فهمت وهي كانت قادره بالشركة في البتا كيما الناس الكل طب والله جاوني راهو بعدها هي ما حبيتش تكتب جاوني قلت لهم لا والله بعدها هي فهمت وقلت لهم لا رانا قررنا غلق السنة حتى نشوفوا ساعة برنامج علاش تعملها في بتة ما نعرفش البداية هذاك 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 قانون كل المشربة موجودة في في مدرسة أو في معهد أو في واحد قبل ما عملتش وجدة جددت لها من غير بتة مراعاة لظروفها مراعاة لظروفها والإدارة قبل إيه علاش توا بتة وهي ظروفها علاش درت عليها أنت يا سي وجدة؟ ما درتش عليها أنا خاطي أخي القانون عملته أنا لا لا عملته أنا تو مبدل قصدي قبل ما كنتش تعمل لها في بتة علاش تو تحب تعمل لها بتة؟ لا 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 البتة هي على الناس الكل مش عليا انا برك راهو مش عليا هي برك هي بتة هي بتة على الناس الكل احنا قانون يمشي على الناس الكل والله لا يا سي وجدي والله لا شو والله لا مش بتة يعني وحتى المعلمين الموجودين في الورقة والله ما عندهم ما يقولوا لانهم اتصلوا بهم برشا معلمين وفسروا لهم الحالة نتاعي وتراجعوا الناس الكل صح هو مع الورقة وعلى قرار غلق المشربة صح عليه وصح عليه عن قناعة زي انا شكون انا باهي انا ثماش امكانية نحضر انا تحضر فيش نحضر وقت اللي هما تجيبش تناقشوا نحضر باش لا ما تنجمش ما لا باش واحد يجي يصحح ويرفض نقول له اعطيني سبب لا ما يخولكش القانون باش ترفض لا لا حضريه حضريه مش مسؤوليه داخليه هما بتاع مدرسه حضريه السؤال ونكتفي يا سي علاء حضر تفضل هما حتى في الخارج انت لاحظ المعاملات هما شي يحبوا كي تجيبش تسبق يسبقوا المعامله الانسانيه بين معناتها سواء بين المربي ولا التلميذ ولا سواء انا ما دامني انا في بيفيت يعني على اتصال بالتلامذه يعني انا ما عنديش حتى مشكل معاهم وما صار ليش حتى مشكل وعملت معامله حسنه هذي ما ينجموش ينظروا بيها ما تنظروش بيها هذايا لا لا مش خلي ظروفي انا لا في مرحله ثانيه شوف فما امور انسانيه وفما امور قانونيه لا والله حرام عليك هكا والله حرام عليك قول حرام على القانون حرام عليك عندك صغار انت راهو حرام عليك والله حرام عليك حرام عليك وحرام على القانون حضريه انا ما ضريتهمش يا علاء حضريه يا حضريه انا مش نلقاو حل يا حضريه ما تبداش تهز وتصبر لحظه مره دقيقه احنا قريب نوصلوا للحل لحظه ما تشعلش انت بالنسبة لعام سنين نجموا نفضوه البتة بعد هذاك موضوع آخر موضوع آخر باهي البتة كيف سي وجدي؟ كيفاش تصير؟ البتة تصير كانوا نعملوا إعلان احنا نعلقوه على باب المدرسة نعلقوه في الأماكن العمومية أيوة لأنه في 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 تاريخ معين باش يصير معناها بتة نتاع مشربة هي مدرسة التحرير ما هي أولوية هي البتة إذا كان موجودة فيها لا لا ما فيش أولوية البتة لا البتة الأولوية اللي ما ندفع أكثر هذا 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 المعروف البتات العمومية كلها فهمت هذاك هو أحد البتة احنا اون برانسيب رانا تشد البيفي تقبل وعندها ثلاث سنين وصغار يحبوها مش بتة نتاع باش نبنيو قنطرة ولا فيها مليارات ورانا نحكيو على زوج ولا 3 متر مربع معناتها حكاية فارغة معناتها بكل فارغة أما كي فارغة بالنسبة لي أنا وليك أنت وربما لبعض الناس لكن بالنسبة لي هي راه مورد رزق حياتها
هي مورد رزق ليها هي وهي في نفس الوقت مورد رزق للمدرسه خاطر عندنا مصاريف على الوليدات الصغار اللي قاعدين عندنا عندنا التبييض عن الدهن عن الطباعه للصغار كاوراق وشراء الاوراق والطباعه راهو مصاريف مهوله حاضرين عجزنا مستعده تشارك في البت عام الجاي ولا كل حاجه سي علاء انا من اللي اقترح البت هذاك علاش انا انسحبت قدمت شكايات ما سمعني حتى حد فسرت لهم وضعيتي الا باش يعمل بته مستحيل ترسي عليا انا ما نقدرش باش نكرهها ب 175 شهر ولا ب 200 بطبيعه برشا ناس يستناو في اللحظه باش ياخذوها ويوسعوا فيها انا ما عنديش امكانيات عندي حاجه برك كوني نخدم فيها بقلب برب اطرح ظروف اولادي كوني نخدم فيها مع التلامذه بقلب برب حاضري وبس حاضري باهي انا نتصور حاضري نعم فما برشا وليدات حلال قاعدين يتفرجوا فيك اكيد والتوانسه قلبهم حنين معناتها مش باش نقول كلهم يعرضوني يحملوني يتباكاو وكل اللي تتوه باش ترجع قلت لهم مش مني انا بالمدير وفما تلامذه يحبوك هكا وشافوك ويعرفوك ربي هو اللي يعرف باهي هانا لقينا حل المشكله الاولانيه ها ويزمنا زاد نقدروا ظروف المدير والمدرسه زاد اللي ما هيش زاد مدرسة السيد الوالد هذه مؤسسة عمومية يضبطها قانون في التصرف ربي يعلم الحقائق اي انا هاوش نقترح عليك يا حضري عام سنة تخلص القديم وتدخل تسمع فيها نسمع فيك وطن شوفوا احنا كيفاش نعاونوك في القديم هذاك وننسقوها احنا وطرقلوا الامور تدخل انت في جديد وتدخل تخدم باي بالنسبة للعام الجاي وقت اللي بيصير البتة يا حضرية أنا متأكد اللي في البتة اللي فما برشا ناس باش تفاعل معاك وتو يعاونوك بإذن الله حتى الأولياء بيديهم فهمت يا حضرية إذا كان دخلت سنة بعد موافقة المعلمين اللي معايا راه أنا باش ما راش مانع أنت موافق ولا سمعت سي وجد أنت أنا مراعاة باعتبارك رئيس اللجنة أنت موافق ولا انا واحد موافق بالنسبه للمعلمين الاخرين اما يوافقوا معايا الاخرين زاد اي اما انت موافق اصوات انت نحي الاخرين لا الاخرين عندهم دور زاد اي ما فهمتنيش ما كنتي مش انت ماك رئيس انا صحيح رئيس انا نحب رايك انت حتى معنوي انت موافق انا هكاك اخلاقيا اخلاقيا انا سيبا لا تو فهمت الموضوع سيبا حضريه نعم حضريه نعم تسمع فيا ولا نسمع فيك نسمع فيك ترجع اسنا يا حضريه باذن الله باذن الله انا متاكد مش ترضى ترجع تو نبعثوا للفريق يصور عام الجاي تصير البته ان شاء الله ربي يعمل الله دليل يا حضري ربي كريم كل شيء نلقاو حد كل شيء بقدرة ربي كل شيء بقدرة سي وجد سؤال ليك دونك يفتح هذا الستار يفتح الستار يفتح الستار السلام عليكم اي تفضل هي الحكايه كل راهي حكايه حوار وحكايه مبدا الساعه اسونسيالمون سي وجد راهو التوانسه كل مروا بظروف صعيبه بظروف خايبه نتيجه الظرف الاستثنائي اقتصاديا البلاد ما مشاتش من كدا ثم بالك امراه عندها بيفات يا رسول الله انت حتى ربحها ما يعملش 50 دينار 60 دينار في الشهر انا نحب نشكرك بكدا هو علاش اللي ما كسرتش بخاطرنا الساعة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنك حسيت بالمرأة وظروفها الصعبة صحيح هكا ولا ونحب نشكرك على تفهمك بالفعل وعلى مدى إحساسك معناتها بالحكاية فهمت على خاطر حتى شيء مكان ينجم يجبرك أنك تتعاهد أنك تعاونها لا ولا مش ترجعها للبيفات هذا مش معناها على خاطر قانونية القانون معك أو بشتبدأ مش الموضوع أي نعم حتى راهو المعلمين اللي معايا اللي يخدموا اللي يخدموا معايا راهم حتى مش قلوبهم حجر راهم حتى هما امور واحد يراعيوا الامور هذاك علاش انا معمل عليك انا معمل عليك ولا عندي حاجه ضدها فهمت ولا حاجه بارك الله هما رجال تعليم وانت رجل تعليم ومراه تعرفوها عندكم ثلاث سنين وخدمه بحذاكم معناتها مثال احترمت الناس الكل كنت احترمت الناس الكل كنت حرة نفسي هو بيدو قال كنت حرة نفسي لأني مدرسة أنا ذيك طبيعتي وأخلاقي بيني وبينك يا حضرية هذاك اللي يوقف لك الليل وهذاك اللي مش يخلي سي وجدي هي قدرة ربي هذاك اللي مش يخلي سي وجدي خاطر أنا صادقة في حياتي تحية كبيرة لسي وجدي وتحية كبيرة لحضرية سي وجدي بارك الله فيك إن شاء الله عايش بارك الله فيك أتو نرجعوك مدام أوكي أتتحل بشوية بشوية أنا باهي